يوم العلم اليوم الجهوي كان تحت إشراف سيد الوالي سيد مختار النبزي للأمانة. حابين نعطوا بعد آخر، مش فايدة التتويج أو ربما التكريم فقط، وإنما هو إنصاف لكل من ساهم في أي نجاح. يعني النجاح مش حاصل علمي، مش امتحانات، صحيح أهم شيء هو الاستحقاقات الوطنية في مستوى الامتحانات في مختلف يعني مرحلة. حابين نكرموا أبنائنا التلاميذ المتميزين في معناها مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفمباني والبكالوريا. كانت عندنا نتائج متميزة، نجم نقول واللي كان عندنا أفضل معدل كانت متوجة في السنة التاسعة يعني من الكاف، وهذا يحفزنا أكثر ويشجعنا ويعطينا يعني أكثر دفعة باش نحسنوا يعني النتائج. وهذا هو التقييم لابد أن يعقموا يعني في النهاية يعني على جلسات لتحسين يعني المنشس. شفتوا الامتحانات ما كانتش هي فقط مدار اهتمامنا، حابين نكرموا كل المؤسسات التربوية اللي لنا النصيب من التتويج الوطني يعني في المسرح في الموسيقى في المجال الاجتماعي. سنين جائزة أخرى جديدة كانت تحت إشراف السيد الوالي، أفضل مجهود بي لأفضل مؤسسة تربوية في الابتدائي وأفضل مدرسة إعدادية وأفضل معهد. معناها مجهود بيئي هو العناية بالإيه، ما قلناش أنظف مؤسسة، لا تنجم تكون مؤسسة جديدة، مؤسسة قديمة نجم قال لك تنجم تكون مؤسسة قديمة وفيها مجهود وفيها يعني إضافة وفيها يعني ثقافة يعني موروثة كما لقينا في المدارس اللي شفتها وتم تتويجها. وإن شاء الله ابتداء من السنة القادمة مش يتم يعني تخصيص جائزة قيمة لهذا المجهود. احنا اللي نقوله يعني يوم العلم هو يجي بعد يوم علمي على مستوى يعني وطني، نحاول نكرمه فيه كامل الأسرة التربوية، يعني ما يشملش نجاحات التلميذ كل نجاح إلا وكان مسبوق بمجهود. وعلى ذلك ننتهز الفرصة باش نشكر شكر خاص كامل الأسرة التربوية بكل يعني مفصلها وبكل اختصاصاتها، نشكر شكر خاص الطرف الاجتماعي مختلف النقابات يعني اللي عندهم اسهام أيضا باعتبارهم شركاء في المجال هذا. مش نقعدوا مع بعضنا مش نقيموا النتائج هذه، في حوايج باهيه في حوايج مطالبه تعديلها. ان شاء الله التقديم يعني تقييم يكون حاضر منا واسبوعين، تقييم الامتحانات باش نبداو نشتغلوا في بدايه السنه الدراسيه في مستوى المعتمديات اللي نتائجها دون المامول، في مستوى المعاهد.